أخبار اليوم. الرفاعي مدرب فريق باركور ايجيبت وخريج كليه التربيه. باركور ببساطه جدا هو فن الحركه، ازاي اتنقل من مكان لمكان واستخدم جسمي باقل طاقه ممكنه واحافظ على نفسي. باركور انا بدات 2005، كان اول بدايه خالص، وعملت فيديو صغير كده ونزل على اليوتيوب. بعد كده بدا الناس تعرف، بعد كده قابلت جروب كان على الفيسبوك باركور ايجيبت وعملنا اول تمرينه مع بعض. الموضوع اتاخر شويه، كان بدا 2008 وجمعنا مع بعض وبدا التمرين بقى بانتظام من 2008. من اول ممكن اب وابن يجي يتمرنوا في نفس الوقت، مش مشاكل خالص. الفرق بين الباركور والفري رانينج حاجه بسيطه. الباركور ازاي تعدي الموانع بدون ما تعمل اي فليبنج او اي شقلبات. الفري رانينج هو الباركور بس تضيف عليه الحركات الاستعراضيه والشقلبات. كان في ناس بتسال ليه الباركور ما بنعملوش مسابقات ومنافسات وكده. ليه الباركور اصلا هو رياضه غير تنافسيه، هي تنافس مع نفسك، ازاي تحسن ادائك وازاي تبقى افضل، لكن احنا مش بننافس بعض مين احسن من التاني، لا احنا بتنافس نفسك ازاي تحدى نفسك وتخطى الموانع. كان بدايتي للباركور ان انا كنت اصلا خريج كليه التربيه الرياضيه وبلعب اي اكستريم سبورتس. في الاول مدرب قفز المظلات بقالي 15 سنه، بعمل سكوبا دايف، بنزل تحت المايه، كل حاجه جديده فيها اكشن كنت بعملها. الباركور انا ضربت ناس من سن 5-6 سنين لغايه 60 سنه، كان في ناس 60 حاجه و60 سنه بتيجي تتمرن معانا. احنا تدريب الباركور عندنا منقسم لجزئين، بيبقى في تدريب اندور جوه صالات، بيبقى في ادوات وفي مراتب كده عشان تحفظ الامان للاعب، وفي تدريب اوت دور زي ما احنا شفنا هنا برضو علشان يقدر المتدرب الحاجات اللي عملها اندور ينفذها اوت دور. الهدف ده كله ان اللاعب يحافظ على نفسه. هدف المدرب مش بس ان انا اقول له فنيات، لا، ازاي اخليه يمشي في الطريق الصح واوري له الطريق الصح واللاعب يكمل. بالنسبه للاصابات في الباركور زي اي رياضه عاديه، اللاعب طول ما هو بيلتزم بالتعليمات، بيحضر في الاندور، بيبقى في مراتب، في سيفتي، ماشي بتعليمات المدرب، ما بيمشيش مع نفسه في اي حاجه تاني، وماشي بانتظام وما يستعجلش. اهم حاجه في الباركور ما تستعجلش زي اي رياضه تانية، ما يحصلش اي اصابات خالص. كل الاصابات اللي بتحصل ان المدرب لسه اللاعب خد حركه من المدرب لسه عارفها جديد ويطلع يحاول يمارسها بره اوت دور وهو لسه ما استعدش. دي اغلبيه اللي ممكن يحصل.